السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي محمد مصطفى محمود وبيسموني دكتور 3M. بفضل الله من 7 شهور وفي سبتمبر 2017 صدر المستوى الأول من كورس مؤشرات قياس الأداء. وبفضل الله في حوالي الآن 11600 شخص مشتركين في هذا الكورس على منصة أودمي. النهاردة بعد مرور 6 شهور قضيناها في ريسيرش وتطوير وبحث، قمنا بتطوير المستوى المتوسط وتم إطلاقه. المستوى المتوسط يحتوي 14 وحدة تدريبية بتضم أهم المهارات والمعارف اللي بيحتاجها أخصائي مؤشرات قياس الأداء، وفيها العديد من الأمثلة المتنوعة من كافة القطاعات، سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص أو المؤسسات غير الهادفة للربح. في الفيديو ده في استعراض سريع لمحتويات المستوى المتوسط اللي فيه 14 وحدة تدريبية. الملخص السريع ده بس يعطي فكرة على ايه هي محتويات هذا المستوى، وان شاء الله اللي يحب ان هو يستزيد بالتفاصيل ممكن يشارك معنا ان شاء الله في الكورس. اترككم مع هذا الاستعراض السريع لمحتويات المستوى المتوسط، واتمنى لكم جميعا التوفيق ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بفضلك علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوحدة الأولى هنتكلمنا عن وحدات القياس، ووحدات عديدة جدا تبدأ بالعدد زي الريال والدولار وعدد العاملين وعدد المواقع وعدد الفروع. والعدد يمكن يعبر عنه بإما بالمنوال اللي هو المود أو الوسيط الميديم أو المتوسط الحسابي، الأفريج أو المين، وكل دول اسمهم ميجر أوف سنترال تندنسي، النزعة المركزية. وبعدين تيجي المعدلات أو الريتس، يعني زي معدلات تغيير العملة ومعدلات تغير. وبعدين تيجي النسب اللي هي الريشيوز. وبعدين النسب أهم فئة منها أو أمثلة لها هي النسب المئوية أو الفاينانشال ريشيوز. وبعدين النسب المئوية دي نسب، لكن دي نسب مئوية. تحت النسب المئوية في نسب مئوية مرجحة ويتد، وفي نسب مئوية أو نسب النمو اللي هو الجروث برسنتج. وبعدين يجي المكرر أو المالتيبل، وبعدين يجي التصنيف او الكلاسيفيكيشن. كل دي 6 انواع مقاييس وحدات قياس مختلفه لمؤشرات قياس الاداء. بعد كده المتوسطات احنا بنستخدمها بكثره جدا، ولكن في مخاطر كتيره للمتوسطات، لان كل التوزيعات الثلاثه دي لها نفس متوسط ولكن التباين بتاعها مختلف. ويمكن اكتر عالم اتكلم في الحاجات ده من وول ستريت عالم اسمه نسيم طالب، واتكلم على نظرية اسمها The Black Swan، وبيتكلم على احتمال حدوث بعض الأحداث اللي هي احتمالها ضعيف جدا. ايه اللي يحصل لو حدثت هذه الأحداث؟ زي كورونا مثلا حدث وده لم يكن أحد يتوقع أنه يأتي وبهذه الشراسة. وبعدين هنا بنبين من خلال الأمثلة دي ازاي كل النقط دي X قيم X Y كلها نفس، لها نفس المتوسط X والY، وكلها نفس الانحراف المعياري بالرغم من أن شكل النقط مختلفة تماما. وده بيثبت لنا ان المتوسطات كثير ما تكون مضللة. وبعدين هنا بنتكلم ايضا لما بنيجي نخطط للمستقبل ونقول ان افريج ده مستوى الاساس، قيمة الاساس، وده التارجت. لكن في واقع الامر عشان توصل من هنا لهنا ممكن تحصل يعني تلال وهضاب وحاجات مشاكل كتيرة جدا في الطريق. فكل ده متوسط، وده في عملية المتوسط قد تكون مضللة ولا تعكس الواقع بدقة. بعدين اتكلمنا على المعدلات، زي مثلا معدل استهلاك الماء البلدي، ازاي تحسب المعدل كام لتر لكل مواطن، وازاي ايه معنى ميل السلوب هذا الخط، ماذا يعني بالنسبة للمعدل. ايضا ضربنا امثلة كتيرة عن معدل كثافة الفصول، وازاي المعدل ده مزدوج القطبية وازاي بيتحسب. ايضا معدل تشايلد مورتاليتي، وفيات الاطفال، وازاي المعدلات دي اختلفت من 1990 ل 2017، وايه مغزى السلوب او منحنى المنعطف هذه الخطوط. ايضا في النسب المئويه دي طبعا محدش يقدر يكون خبير في مؤشرات قياس الاداء، لان البالانس سكور كارد في محور مالي كامل، ولازم يكون عند المتخصص في هذا المجال معرفه كامله بالنسب المئويه،
خصوصا نسب السيولة ونسب النشاط معدلات الدوران ونسب الربحية ونسب الاستثمار اللي هي متعلقة بالسوق والنسب المديونية. والوحدة دي فيها مثال كامل ازاي انت تاخد كل الاستهلاك والضرائب والمخزون والمبيعات والتكلفة بالارقام، ازاي كل ده تقدر توصل لغاية لما توصل تحسب فوق معدل العائد على حقوق الملكية اللي هو الـ ROI Return on Equity. بعد كده برضو من النسب اللي هي في عندنا نسبة مشهورة جدا اسمها Conversion Rate اللي هم زوار المحلات امتى يتحولهم الى ناس مشترين فعلا، فدي عبارة عن معادلة احنا بنتعلم من خلال هذه المعادلة ازاي نحدد البرفورمانس درايفرز اللي تأثر في البسط وتأثر في المقام علشان يبقى عندنا كنترول على نسبة زي النسب دي. فما هي الأنشطة المختلفة اللي ممكن اعملها عشان تؤثر على البسط والمقام بالنسبة لأي نسب زي نسبة التحول هنا. ايضا حساب النسب المرجحه، في نسب غير مرجحه ونسب مرجحه. في الحاله دي مثلا بنحسب نسبه وحدات الانتاج المعيبه لدفعات انتاج، فلازم نرجحها بحجم الدفعه لكل دفعه انتاجيه. ايضا من مقاييس الاداء اللي هي التصنيفات زي التصنيف المالي للدول اللي بتطلعه موديز وفيتش ريتنج وستاندردز اند بور، وتصنيف الميداليات في الاولمبياد وتصنيف الفنادق، دي كلها تصنيفات ممكن تستخدم في الكي بي ايز في البالانس سكور كارد. اخيرا المكرر او المالتيبل، والمكرر والمالتيبل بيساعدونا نجاوب سؤال لما نقول اي بلد من البلاد الاسلاميه دي او البلاد دي تكلفه الحج فيها تعتبر غاليه. غاليه او مكلفه بيكون باخذ في الاعتبار دخل المعيشي في كل دول من هذه الدول، فلازم نقسم وبنطلع حاجه اسمها مقرر الدخل السنوي لتكلفه الحج بان احنا نقسم تكلفه الحج على متوسط الدخل الشهري. ايضا من الحاجات اللي بنغطيها في الوحده دي وحاجات مهمه جدا اللي هي نسبه او معدل النمو السنوي، ازاي تحسب النمو من ربع لربع ومن سنه لسنه، ازاي بنحسب معدل النمو، ده من المؤشرات المشهوره جدا في بطاقات قياس الاداء عاده. لما نيجي نحسب معدل النمو في طريقتين لحساب معدل النمو، في حاجه اسمها معدل النمو الثابت وفي اسمها معدل النمو المركب. معدل النمو المركب لازم تاخذ في الاعتبار الفيرست بيريد او الفتره واخر فتره وعدد الفترات، ومن خلال استخدام معادله النمو المركب ممكن تحسب معدل النمو اللي حصل في خلال سلسله زمنيه. كده يبقى انتهينا من الفصل الاول. الفصل الثاني بنتكلم على يعني مدرسه علميه كبيره نشات في معهد MIT ماساتشوستس انستيتيوت اوف تكنولوجي في امريكا، ودي بتساعدنا بقدر كبير جدا نفهم ازاي النظام بيشتغل وايه ديناميكيات النظام حتى نقدر نحدد البرفورمانس درايفرز ونطور الاداء. اللي اخترع هذا المنهج طبعا اسمه جي دبليو فورستر، عنده اكثر من كتاب اندستريال دايناميك وايربن داينامكس وورلد داينامكس. وبعد كده جه عالم مشهور اسمه بيتر سينجي يتكلم على حاجه اسمها الفيفث ديسيبلين، ومن الحاجات اللي بيركزوا عليها هما الاثنين حاجه اسمها ان انتندد كونسيكونسز او التبعات غير المقصوده. لما انت بتعمل مبادرات لتطوير الاداء، هذه المبادرات ممكن تؤثر تاثير ايجابي على الكي بي ايز المستهدفه، ولكن قد يكون لها رد فعل غير مقصود. وبالتالي لما احنا بنعمل بالانس سكور كارد وعندنا استراتيجي ماب وفي الثلاثه برسبكتيف الاربعه برسبكتيف المالي والعملاء والعمليات الداخليه والتعلم والنمو، عندنا مبادرات هي اللي بتحرك هذه القيم، والقيم دي بتحرك الليدنج واللاجنج انديكيتور. ما هي العلاقات الرقميه في شكل معادلات التي تربط ماذا يحدث عند القيام بهذه المبادرات على قيم هذه المؤشرات؟ كل ده علشان تقدر تدرسه وتفهمه محتاج نماذج رياضيه، وهو ده اللي بيقدمه لنا مدرسه السيستم داينامكس. السيستم داينامكس مبنيه على فكره ان كل حاجه في الدنيا هي عباره عن تدفق داخل ورصيد وتدفق خارج. حسابك في البنك يخضع لهذا الشيء، حتى الايموشنال ريليشن بينك وبين الناس، المخزون، عدد العملاء، كل حاجات بنقيسها احنا كي بي اي هي يا اما تدفق يا اما رصيد، يا اما ستوك يا اما فلو. والستوك والفلو بيعبروهم كده زي ما احنا شايفين البانيو اللي بينزل فيه ميه، فالمستوى ده يقاس في لحظه معينه، اما الفلو فيقاس خلال فتره معينه. ففي فرق ما بين قيمه مؤشر الاداء في لحظه وقيمه مؤشر الاداء عن فتره. وبالتالي ده ينطبق على المحاسبه، ان احنا عندنا تدفقات نقديه داخله وخارجه، وعندنا ارباح وخسائر، وده اللي بيتم رصده في شكل الميزانيه، وده بنفرق من دول بين الكاميرا والفيديو. الفيديو لها عنصر زمن فبتكون خلال فتره، مؤشر الاداء بيقاس عن فتره، اما هنا مؤشر الاداء بيقاس في لحظه معينه.
ودي من احد الامثله اللي بيستخدم فيها السيستم داينامكس، ان يربط ما بين حاجات مختلفه. المثال ده على سبيل المثال كان بيتكلم على المخترعات الجديده ازاي بتنتشر في السوق، ناس بيتبنوها ثم تنتشر عن طريق الورد اوف ماوث من شخص الى شخص. وده ايضا مثال اخر يتكلم على تدفق الاستثمارات والرأس المال المتراكم. زي ما قلنا كل حاجة عبارة عن مدخلات وعمليات ومخرجات، وفي أيضا تغذية عكسية. هذه التغذية العكسية اللي بتمكننا إن إحنا نعمل كنترول على السيستم. ففي حاجة اسمها دوائر التحكم. دوائر التحكم عبارة عن جمع معلومات واتخاذ قرار ثم إجراء تصحيحي حتى نضع النظام في حالة اتزان، زي ما جسم الإنسان بيعمل مثلا في حرق السكر عن طريق الأنسولين والتحكم في درجات حرارة الجسم إلى آخره. وبالتالي في نوعين من دوائر التحكم، في بوزيتيف وفي نيجاتيف. النيجاتيف فيدباك لوب اللي بتحاول تقلل نشاط النظام كيف عند حدك. البوزيتيف فيدباك لوب بتقول زيادة الخير خيرين، دايما تنمو بطريقة مضطردة. وده لازم احنا ندرس الحاجات دي ونفهمها لما نيجي ندير الأداء. فمثلا وقت الانتظار في المستشفيات مثلا، كل ما زاد وقت الانتظار الناس ما عندوش يجوا تاني، ولا الناس ما جوش تاني إلا عدد العملاء. ولو قل عدد العملاء يبقى وقت الانتظار هيقل، لأن بيخدمهم عملاء أقل. فبالتالي هي دايرة، يعني شيء بيأثر في شيء بطريقة سلبية أخرى. نفس الشيء عدد الشكاوى اللي ممكن توصل لك. لو جات لك شكاوى كتير مش هتقدر تحلها كويس، ولو ما حلتهاش كويس الناس ما عادتش تيجي وتشتكي، ولو الناس ما اشتكتش يبقى عدد الشكاوى يقل، ولو عدد الشكاوى قل يبقى جودة حل المشكلات تتحسن إلى آخره. ده نفس الشيء في علاقة العرض والطلب في السوق، برضو بتفسره دوائر التحكم. الوحدة الثالثة بنتكلم فيها على تراكمية مؤشرات كاس الأداء. تراكمية ببساطة accumulation معناها إمتى نصفر العداد لما نقيس قيمة الكي بي آي. هل نصفره كل مرة نقيس كل شهر أو كل ربع سنة، ولا نصفره كل سنة، ولا ما بتصفرش خالص والحساب بيكون متراكم بصورة مستمرة. عندنا ثلاث أنواع من أنواع التراكمية زي ما قلتهم. النوع الأولاني التراكمية المستمرة، ما بنصفرش العداد على طول، زي ما بنحسب مثلا نسبة توطين الوظائف في القطاع الخاص، عدد السعوديين في البسط وعدد العاملين في القطاع الخاص اللي في المقام. دي أرقام موجودة بقالها سنين في عدد السعوديين من أول ما واحد سعودي اشتغل، وده من يوم ما القطاع الخاص تأسس، عبارة عن فلو ناس سعوديين بيلتحقوا بسوق العمل وناس بيخرجوا من سوق العمل. الاثنين فلو واحد ستوك. نفس الشيء بالنسبة لإكمال القطاع الخاص، فإحنا بنقسم ستوك على ستوك. وهنا التراكمية كل سنة، يعني بنصفر العداد كل سنة، هنا ما بنصفرش العداد على طول. وبرضو هنا خدنا مثال اللي هو نسبة العاملين الذين استكملوا التدريب المقرر له. أما التراكمية اللي بتحسب لكل فترة على حدة، فده مثال أيضا عليها، زي نسبة المعاملات المنجزة في غضون الوقت المقرر. كده نيجي للوحدة الرابعة وهي القطبية المؤشرات. كلمة قطبية تيجي من بولرز أو الأقطاب، إن في موجب وفي سالب زي المغناطيس. والمؤشرات زي ما احنا عارفين لها قطبية موجبة، كل ما تزيد قيمتها يكون أحسن، وقطبية سالبة كل ما تقل قيمتها يكون أحسن. بالإضافة إلى المؤشرات ذات القطبية الموجبة وذات القطبية السالبة، في مؤشرات مزدوجة القطبية زي وزن الإنسان، الأوبيسيتي أو زيادة الوزن مش كويسة، والنحافة الشديدة مش كويسة، زي كمان ضغط الدم العالي فوق البسط والمقام، ممكن يبقى فيه ضغط زائد أو واطي، وزي درجة الحرارة إذا ارتفعت مش كويس وإذا نزلت أيضا مش كويس. أيضا في مؤشرات كتير عندنا في مجال الأعمال تتسم بهذا الشيء، زي مؤشر معدل طالب لكل معلم أو كثافة الفصول أو معدل دوران العاملين، عديد كتير من المؤشرات تتسم بهذا الشيء. طب إحنا لما نيجي نختار القطبية بتاعت المؤشر، هل أفضل نخلي قطبيته سالبة ولا موجبة؟ في اعتبارات كثيرة جدا بنغطيها في هذه الوحدة، وبنضرب عدة أمثلة، زي مثلا هدف الحفاظ على بيئة عمل آمنة. هل أفضل نقول عدد إصابات العمل أو نسبة التغير في إصابات العمل، ولا أحسن نقول نسبة الأيام التي مرت بدون إصابات، ولا نسبة الالتزام بإجراءات الأمن والسلام؟ كل دي مؤشرات بتعني أو بتوصل لنفس الشيء، ولكن الآثار النفسية لها وطريقة الحساب وطريقة العرض بتختلف بصورة كبيرة، ودي أمور يجب مراعاتها عند اختيار القطبية. الوحدة اللي بعد كده بتتكلم على دورية القياس، يعني نقيس المؤشر كل قد إيه. خلي بالك كل اللي احنا بنقيسه كلام عن الماضي، احنا ما بنقيس حاجة عن المستقبل، ولا حد يقدر يقيس حاجة بسهولة عن المستقبل، ولكن دي كلها بيانات ماضية. فإذا كانت ماضية وكمان تيجي متأخرة تبقى مشكلة.
فإحنا من صلاحنا إن إحنا نقيس البيانات بدورية أكتر، لكن لو عملناها بدورية قصيرة جداً قد لا تؤدي إلى الهدف المقصود. فهنا بنتكلم إيه الاعتبارات اللي تؤخذ في الاعتبار لما نيجي نحدد هل المؤشرات نقيسها كل شهر ولا كل ربع سنة ولا نص سنة ولا سنة ولا حتى كل أكتر من سنة. فمثلا لو احنا عايزين نعمل بحوث تسويق لقياس رضا العملاء وهنختار عينة، هل العينة دي افضل ان احنا نقيسها مرة واحدة في نهاية السنة ولا نقسمها على ربعين على مرتين ولا نقسمها على 4 مرات؟ كل حاجة من الحاجات دي ليها مزايا ولا عيوب، وبنتكلم بالتفصيل ازاي تعمل كوست بنفيت اناليسيس بين الخيارات المختلفة للقياس بدوريات مختلفة. أيضا من الاعتبارات اللي بتأخذ عند تحديد الدورية هو الوسيلة اللي بتتوافر بها البيانات، هل إحنا عندنا ERP system ولا بياناتنا موجودة في ورق ولا موجودة في إكسل، ولا أصلا التقارير بتيجي من خارج المنظمة وبتيجي من تقارير دولية إحنا ليس عندنا تحكم في دورية قياسها، وإيه اللي ممكن نعمله علشان إحنا نقيس بدورية أكثر من دورية نشر هذه التقارير. الحاجة الثانية قد تكون البيانات طبيعتها موسمية زي الأولمبياد وزي موسم الحج والموسم التخرج، ده بيأثر كتير جدا في دورية قياس مؤشرات المدارس والجمعيات والكليات، وده لجميع الجهات المعنية بوزارة الحج ودي الجهات المعنية بالرياضة. وبالتالي احنا كمان ممكن نقسم مؤشرات قياس الأداء لما نيجي نحدد دورية قياسها إلى سهولة قياس المؤشر وإمكانية التأثير اللي هو كنترولابيليتي للمتغير والميجرابيليتي، بناء على العنصرين دول ممكن نحدد إيه الدورية المناسبة لكل نوع من الأنواع الأربعة دول. وأيضا الدورية بتعتمد هل أنت بتقيس مدخلات ولا بتقيس عمليات ولا مخرجات ولا عوائد. المدخلات ممكن تقيسها بدورية أكتر والعمليات بدورية أقل، لغاية العوائد بتاخد وقت كبير. وفي أمثلة عديدة من زي أمثلة مصنع إنتاج عصائر ودي مؤشرات قياس أدائه، وبرنامج مكافحة السمنة ودي مؤشرات قياس أدائه للمراحل الأربعة. أيضا التكنولوجيات أو التقنيات المستخدمة في القياس، هل أنت بتستخدم مثلا جوجل ماب عشان تقيس الكونجيشن ولا بتستخدم مونيتورز للبليوشن ولا عندك ERP علشان تطلع الأكاونتينج والإنفنتوري والسبلاي تشين، ولا بتستخدم السمايلي فيسز علشان تقيس رضا العملاء. طبعا وسيلة القياس بتحدد لدرجة كبيرة سرعة الحصول على هذه المعلومات. اختيار القيم المرجعية، قيم مرجعية يعني بنش ماركينج، كان زمان يعملوا مارك في البنش عشان يقيسوا عليه القماش ويقيسوا عليه الخشب، احنا الآن عشان نقارن أدائنا لازم نحدد الجهات اللي احنا نقارن أدائنا بها وبتسمى بنش مارك. في البنش ماركينج فيه كلام كتير زي ما هي المجالات الثلاثة اللي ممكن نقارن أدائنا فيها، ما هي الأربع مستويات للمقارنة المرجعية اللي ممكن نعملها، وضربنا أمثلة حية أنا أشرفت عليها بنفسي في أمانة جدة عندما كنا نقارن داخليا أداء البلديات الفرعية بالنسبة لمؤشرات أداء مختلفة وإزاي حسبنا الأوزان عشان نقارن أداء البلديات ببعض. وفي حالة عدم وجود إدارات متماثلة زي البلديات الفرعية أو مدارس أو مستشفيات، إزاي نطلع حاجة اسمها المؤشرات المشتركة للوحدات المختلفة بسموها Shared or Common KPIs بين الإدارات اللي طبيعة عملها مختلف، ودي مهمة علشان تثير الحماس وتشجع على إدارة التغيير في المنظمة. أيضا خطوات تطبيق المقارنة المرجعية بتمر ب5 خطوات، وإيه النصائح اللي بتضمن نجاح عملية المقارنة المرجعية، وأمثلة بقى كتيرة لإزاي ممكن تعمل مقارنة مرجعية مع جهات أخرى زي الانترناشنال بيرفورمانس هاب، ضربنا مثال كامل عليه اللي عملته أداء في برنامج رؤية المملكة 2030، أو التقارير الدولية زي تقرير بيسا التعليم. وأكبر مصدر يمكن لمؤشرات قياس الأداء لجميع القطاعات سواء الريتيل أو السياحة أو الفنادق أو البنوك هو الأمريكان برودكتيفيتي أند كواليتي سنتر، واتكلمنا عنه، والروابط كل هذه المصادر موجودة في المادة التدريبية، اللينكس موجودة ممكن الوصول إليها بمجرد الضغط. أيضا مثال تاني اتكلمنا عليه زي جامعة تبوك كلية الحاسب الآلي عملت بنش ماركينج مع جامعة القصيم وجامعة الملك فهد، وإيه هي مؤشرات الأداء وإزاي عملوا البنش ماركينج. أيضا في مجال البنوك في وحدة تدريبية كاملة بتتكلم إزاي نحدد مؤشرات قياس الأداء ونعمل بنش ماركينج في البنوك. أيضا في أمثلة في قطاع الريتيل إزاي بندة تقارن نفسها
بين الفروع وبعضها، وإزاي بندة تقارن نفسها بأسواق تانية، فيبقى فيه مقارنة داخلية مرجعية ومقارنة داخلية خارجية. برضو آخر مثال اتكلمنا عنه في البنش ماركينج هو الهيز، شركة هي اللي بتعمل بنش ماركينج للسالاريز الرواتب وجميع ممارسات الموارد البشرية، فبتقارن الرواتب بناء على حاجة اسمها جوب ايفاليويشن، والجوب ايفاليويشن له معايير، وبعد كده النقاط اللي بتحسب للجوب ايفاليويشن بيقارنوها الراتب بالنقاط اللي هو وزن هذه الوظائف، وبناء عليها ممكن يقسموا الوظائف الى فاميليز. وهذه التقارير، تقارير هيس، تقدر تقارن بها اداء منظمتك باداء المنظمات الاخرى في مجال الرواتب، مجال توقعات العاملين والخدمات اللي بتطلعوا اليها، الزيادات السنويه، فانت تقدر تقارن ممارساتك بالجهات الاخرى. الوحده اللي بعد منها، قبل ما ننطلق في قياس الاداء لازم نعرف احنا فين، وهنا تيجي اهميه تحديد البيس لاين او خط الاساس اللي انت انطلقت منه، علشان بناء عليه نقدر نقرر احنا تطورنا في الاداء ولا لا. وفي هنا مهم ان احنا نفرق لما نقول هو ادائنا الحالي ايه. كلمه حالي تعني حاجتين، تعني الفتره السابقه ايه، او تعني امبارح ايه، امس في نهايه الفتره السابقه. في حاجه اسمها خلال الفتره، في حاجه اسمها نهايه الفتره، وبالتالي احنا محتاجين نقيس الماضي علشان نقدر نتنبأ باتجاهه لو ما عملناش حاجة، ونقدر نحط المستويات المستهدفة. لكن قد ايه بيانات عن الماضي نجمع ونحلل؟ في مهم جدا ان احنا نحدد ما هو قدر البيانات التاريخية المطلوب تحليلها. لو انت جبت قدر قليل من البيانات تديك مؤشرات غلط، ولو انت جبت قدر كبير من البيانات تديك مؤشرات غلط. السؤال هو كم نقطة من البيانات التاريخية لازم أحللها حتى يكون عندي indication صحيح عن اتجاه البيانات. وبنتكلم على أربع حالات في تحديد البيسلاين: إن موجود عندك بيانات كاملة، ودي حاجة ظريفة، إن يكون عندك بيانات ولكن حصل فيها تذبذب تعمل إيه، إن ما يكونش عندك إلا بيان واحد بس الفترة واحدة بس فتعمل إيه، أو ما يكونش عندك أي بيان عن هذا المؤشر لم يتم قياسه من قبل، فإزاي تقدر تحدد بيسلاين في الأربع حالات دول. وفي مثال بيقول ان احنا ازاي لما نحدد بيس لاين ما يكونش برقم واحد، ولكن ممكن يكون عن طريق رينج، فتره من رقم الى رقم. وخدنا مثال بالتفصيل عن حساب عدد الحسابات الجديده بفروع البنوك، وجبنا بيانات لعده فروع، وجبنا بترتيبها تنازليا، وحددنا بكده حاجه بيسموها 90th برسنتايل وال 10th برسنتايل اللي هم العشير، وبناء على كده جبنا مرة متوسط بسيط ومرة متوسط مرجح. وبالتالي لما حد يقول لنا ايه هو البيس لاين بتاعك، ما نقولوش رقم واحد بس، ولكن نقول له البيس لاين بتاعنا كان يتراوح ما بين كذا الى كذا، اللي هم التنث والناينتث برسنتايل. تيجي بعد كده الوحدة التامنة اللي بنحدد فيها التارجتس، ايه هو الرقم اللي احنا عايزين نحققه ونستهدف تحقيقه في نهاية كل فترة، Key Performance Target. بنتكلم على عدة أهداف، أهميات لتحديد المستهدفات. ليه تحديد المستهدفات مهم؟ بنتكلم على نظريتين مهمين جدا لازم يعرفهم كل واحد مهتم بمجال قياس الأداء، اللي هي نظرية فروم Expectancy Theory، ونظرية اللوك ولاثام اللي هي Goal Setting. الاثنين بيتكلموا على لما انت بتحط KPI وتحط له تارجت، ايه رد فعل الموظفين تجاه هذا التارجت، وهل هم هيتعاونوا معك في تحقيقه ولا لن يتعاونوا معك. وبالتالي في نظريات بتشرح، احنا بنشرح بالتفصيل هذه النظريات. ثم بنتكلم على ست اساليب يمكن استخدامها لتحديد التارجتس. الاسلوب الاولاني اللي هو التايم سيريز اناليسيس، السلاسل الزمنيه، تطلعات الاداره العليا، اثر مبادرات تحسين الاداء اللي هي البرفورمانس جابس بريدجنج، والنظم او الاشتراطات اللي هي المانديتس والريجوليشنز، والسيناريو اناليسيس، تحليل السيناريوهات، والبنش ماركينج. كل واحدة من دي عليها شابتر كامل بيتكلم على ازاي تستخدم هذه الاساليب. وبعدين بنقول من نقطة البدء اللي احنا فيها اللي هي البيس لاين للتارجت، هل هنوصل ازاي؟ هل هنوصل في شكل خط لينير، ولا هنمشي في شكل خط كونفكس، ولا مقعر، ولا في شكل خط كونكيف، وايه الفرق بين الثلاثة دول مع امثلة عملية لتدرج الصعوبة في الوصول لتحقيق الهدف النهائي. وحاجة تانية كلمنا عليها بالتفصيل، لازم نأخذ في الاعتبار التايم لاج ما بين الليدنج انديكيتور واللاجنج انديكيتور، فمش بمجرد ما الليدنج يحصل نتوقع ان اللاجنج يحصل، الامر بيحتاج فترة زمنية بينهم، وفي امثلة عديدة في هذا الصدد.
وبعدين بنتكلم على الآلية اللي هنمر بيها علشان نحدد هذه المستهدفات، إيه الخطوات اللي نمر بيها اللي بتاخد نيجوشيشن متفاوض ما بين المدير والعاملين. ولما نيجي نحط التارجت ممكن نحط تارجت سهل أو نحط تارجت معقول أو نحط تارجت صعب أو شبه مستحيل، وإيه أثر كل واحد من دولا على الأداء وعلى سلوكيات العاملين. وأخيرا بنتكلم على ست أنماط سلوكية سلبية ممكن تظهر أثناء وضع مؤشرات قياس الأداء، زي الستاند باجينج والان إثيكال بيهيفير والتانل بيهيفير والجيمينج والمانيبوليشن والهيدجينج، مع أمثلة على كل واحدة من هذه الأخطاء أو الأنماط السلوكية السلبية الستة. الوحدة اللي بعد كده توليرانس ليفل، الحدود السماح. هل أنا لما أقول التارجت بتاعي يبقى بالهللة بالريال باليوم بالدقيقة، ولا العملية يعني يتصيب يتخيب، ولا فيها رينجز يعني ممكن ما بين كذا إلى كذا، وهو ده اللي احنا هنتكلم عنه. نتكلم في الأول ليه الموضوع ده مهم، ايه الفاريابيليتس الموجودة وايه مدى الكنترولز اللي موجود عندنا في المستقبل اللي بيترتب عليه عدم إمكانيتنا ان احنا نحدد تارجت رقم محدد بعينه. وهذه الحدود اللي انت بتحطها تتراوح زي ما احنا عارفين كلنا، الترافيك لايت بيطلق عليها الجرين واليلو او الامبر والريد، وعدة محاذير عندما نستخدم هذه حدود السماح، وعدة أمثلة إزاي نستخدم إلكترونيك داشبورد وإزاي نستخدم الكونديشنال فورماتينج في إكسل علشان نصمم لوحة مؤشرات كاس الأداء، وإزاي اللوحات الإلكترونية الحديثة بتساعدنا في حاجة اسمها الأليرت التنبيه، وحاجة اسمها الإسكليشن اللي هي التصعيد. كل ده مشروع في هذه الوحدة. يجي بعد كده شيء مهم، وهو لما نختار مؤشرات كاس أداء لازم المؤشرات مجتمعة تغطي الأهداف اللي احنا عايزين نحققها، لكن اللي هي لو ما غطتش يبقى ممكن المؤشرات تتحقق لكن للأسف أهدافنا لا تتحقق. لما نيجي نعمله في 13 مجال للتوازن، يعني توازن ما بين المؤشرات حسب مكونات النظام ولا مراحل العمليات ولا المؤشرات الكمية والنوعية ولا مؤشرات الكفاءة والفعالية، المخرجات والعوائد، الليدنج واللاجنج، مجالات التطوير الشخصي، بطاقة الأداء المتوازن. دي 13 مجال مختلف لتحقيق التوازن، وفي أمثلة بالتفصيل عن كل واحدة منهم، زي مثلا هنا التوازن بين العناصر المؤثرة في الهدف، ده مثال بالتفصيل بيذكر إزاي تعمل كنترول على الفاريابلز اللي بتؤثر في زيادة نسبة المبيعات من قنوات التسويق الإلكتروني كمثال. ده مثال آخر أيضا على تأمين شبكة الطرق بين المدن ومؤشر تشابك المدن ومراكز التجارة كمؤشر كمي، وإيه هي المؤشرات النوعية الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار حتى يكون فيه يعني بالانس ما بين المؤشرات الكمية والنوعية. أيضا سرعة علاج شكاوى المواطنين، اتكلمنا إزاي تستخدم حاجة اسمها المؤشرات المجمعة Aggregated KPIs. Aggregated KPIs ممكن يريحنا كتير جدا لما يكون عندنا تفاصيل كتيرة عايزين نختصرها في مؤشر أداء واحد، زي هنا سرعة علاج شكاوى المواطنين من أنواع مختلفة من الشكاوى، كل واحد منه ليه مدة غير التاني. كده نيجي للوحدة رقم 11 وهي معايير تقييم جودة مؤشرات قياس الأداء. لو عندنا مؤشرات كتير وعايز أختار منها أقل عدد ممكن يوفي بالغرض، ازاي اقدر اتاكد ان المؤشرات بتاعتي مؤشرات صحيحه وجيده؟ اختيار المؤشرات بيمر عاده بمرحلتين، المرحله الاولى دايفرجنت بنفكر فيها في اكبر عدد، والمرحله الثانيه كونفرجنت بنعمل فيها فلترنج، لازم نتاكد ان المواصفات تتوافر في هذه المؤشرات. وفي معيار للحكم على جوده المؤشرات مشهور جدا اسمه كريم، اختصار اللي هو الوضوح والكلاريتي والريليفنس والايكونوميك والادكويت والمونيتربل. أنا أيضا ضفت عدد آخر، 6 معايير أخرى من معايير جودة المؤشرات بالإضافة إلى 5 المؤشرات أو المعايير اللي متعلقة بكريم. وأيضا لو إحنا قسمنا المؤشرات إلى حسب سهولة قياسها وحسب أهميتها ده يساعدنا في اختيار الفئة المستهدفة، ولو قسمنا أيضا المؤشرات حسب الكنترولابيليتي إمكانية التحكم فيها ومدى أهمية المؤشر ممكن أيضا دي تساعدنا في اختيار الفئة المستهدفة من المؤشرات. كده نيجي للوحدة رقم 12 وهي طيب نجيب مؤشرات منين؟ مين عايزين أفكار لمؤشرات تنفع للصناعة بتاعتنا؟ أنا ذكرت مصادر كتيرة وكل المصادر ده لها لينكس بحيث لما تضغط عليها توصل للمصدر، كل دي عبارة عن كتب ومراجع متاحة ممكن الحصول عليها، بالإضافة للإنترناشنال بيرفورمانس هاب، ودي كلها مصادر أخرى
موجودة واتكلمنا عنها بالتفصيل مع أمثلة كيف كل واحدة منها، إيه نوع المؤشرات اللي موجودة فيها ومقدار التفصيل لكل واحدة. كده نيجي للوحدة رقم 13 وهي أهمية إنك أنت تعمل دوكيومنتيشن وتوثيق للمؤشرات علشان تبقى الصورة النهائية المتفق عليها معروفة للجميع وفي مرجع واحد ممكن الوصول إليه. هنا بنتكلم إيه الأهميات الـ 12 للتوثيق، ليه مهم التوثيق، وذكرنا 12 فائدة من التوثيق ودي المراحل اللي لازم نمر بيها عشان نوثق مؤشرات قياس الأداء. وهنا 25 بند لتعريف مؤشر قياس الأداء الواحد، وشرحنا كل واحدة منهم معناها إيه وإيه أهميتها وعلشان نحطها في نموذج مؤشرات الأداء. آخر حاجة حساب نسب الإنجاز الفعلية المعيارية. طب إحنا خلاص يعني بدأنا القياس وطلع لنا القيم الفعلية وعايزين نعرف هل إحنا كده قد إيه إحنا نجحنا في تحقيق أهدافنا. خدنا مثال ظريف جدا اتكلمنا عليه، افترضنا ان في بنك عايز يقيس مدى الارتقاء بمستوى رضا العملاء، فحط 4 كي بي ايز، مؤشر الان بي اس نت بروموتر سكور توصيات العملاء، متوسط وقت حل الشكاوى، نسبه استكمال نظام خدمه العملاء، ومتوسط عدد ايام التدريب. اللي تلاحظه ان المؤشر ده بوزيتيف بولاريتي موجب القطبيه، ده سلبي القطبيه، ده مزدوج القطبيه. طب انت عندك البيانات قيمة خط الاساس والفعلي والمستهدف لكل مؤشر لفرعين من فروع البنوك. السؤال دلوقتي ازاي الخص كل الارقام دي في رقم واحد علشان اقدر اقول الفرع واحد كان احسن ولا الفرع اتنين احسن. ما نقدرش نعمل كده لان وحدات القياس مختلفة ولان البولاريتي مختلفة، فيجب نعمل حاجة اسمها نورماليزيشن علشان نحدد نسبة الانجاز. وفي عدة انواع من نورماليزيشن. النوع الاول اللي هو نورماليزيشن للبوزيتيف بولاريتي، وايه المعادله اللي بتستخدم فيها ما بين القيمه الفعليه وخط الاساس والمستهدف وخط الاساس، وعرفنا ايه الخط بتاعه. ونلاحظ حتى في النيجاتيف في البوزيتيف بولاريتي ان لما نحطها في شكل دايال ملون اللون الاخضر بيجي على اليمين. اما لو المؤشر اللي احنا بنحسب له نسبه الانجاز مؤشر سلبي، فلو تلاحظوا هنا ان الاحمر هو اللي بيكون على اليمين، والخط ده بدل ما هو خط موجب طالع في هذا الاتجاه الخط بيطلع خط سالب في هذا الاتجاه. وطبعا معادلة القياس هنا بتختلف عن معادلة القياس هنا. الصعوبة بقى في المؤشرات مزدوجة القطبية، وفي المؤشرات مزدوجة القطبية في احمر على اليمين واحمر على الشمال والمنطقة الخضراء في النص. وعلشان تحسب القيمة انجاز بتحتاج تستخدم معادلة اللي هي الساين ايكويشنز موجودة في اكسل، وبنشرح ازاي تستخدم الساين ايكويشن اللي هي بتطلع على شكل كيرف علشان تحسب نسبة الانجاز. لو حسبت انت نسب الانجاز لكل واحدة من دول يسهل عليك انك انت تقارن فرع مع فرع بالرغم من اختلاف البيس لاين واختلاف التارجت، وسهل عليك انك انت تجيب اجريجيشن علشان تقارن فرعين ببعض. وفي الاخر بنتكلم على موضوع الاوزان لما تيجي تعمل اجريجيشن. فمثلا البالانس سكور كارد في 4 مناظير، كل منظور من دول ممكن تديله وزن، وداخل كل منظور فيه اهداف، كل هدف منهم ياخد وزن، وداخل كل هدف فيه كي بي ايز، كل كي بي ايز ياخد وزن، بحيث دايما حاصل جمع دول ان يساوي 100. ازاي تستخدم انت هذه الاوزان عشان تعمل اجريجيشن لكل القيم عشان توصل في الاخر لرقم واحد يعكس الى اي مدى نجحت المنظمه ككل في تحقيق الاهداف الموضوعه ليها عن طريق مؤشرات قياس الاداء في البالانس سكور كارد الكامل للمنظمه. شكرا جزيلا. انا اسف جدا لان انا اسرعت، ولكن انا حاولت في اقل وقت ممكن اديكم اوفر فيو سريع على ايه محتويات المستوى الثاني من كورس مؤشرات قياس الاداء. نتمنى لكم ان شاء الله كورس ممتع ومفيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.